يعني اخوان قاعد بصور حلقه، حط عندي بوز هان وفز، وانا بصور بنفس الحلقه بولندي ابيض او انجليزي، لا والله انجليزي مبين لانه رفعته وفتلته ابيض، اجى رف 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 اكل برمتين فوق الدار، رف رف عرف صوراح، اجى مره ثانيه رف رف عرف صوراح، هسه مره ثالثه قاعد بصور في نفس الحلقه حط برضو طير، حاليا حطه بس شوف الحظ، يعني طيرين نخب اجن وورطنا في طير واحد، طلع شو هو بلدي. تعي يعني هذا اصلا بزبطش يضلوا بين الحمام، هاي شايفينه، تعي لا كمان ايش عامل حاله صاحي، عامل حاله واعي، والله العظيم خسارة اضربك عيب. شو هذا؟ ليش اللي عامله بحالك هذا؟ ايش اللي عامله بحالك؟ هيا اخوان طلعوا، خلينا ابقى لكم اياه طارة. بعرفش كيف بدي اثبت التلفون. ما بعرف كيف بدي اثبت لكم التلفون. ممكن هيك هاي يثبت التلفون. ابقى لكم اياه طارة. لا والله في اشي على معواله هيك غريب. في اشي على معواله خاف الله فيه اشي الطير هذا. يا حرام ليش هون؟ ليش هون؟ تمه مسكر بعجين. عجين او صمغ. اخوان ما راح فرجيكم اياه. هذا فيه انا الطير. الطير هذا فيه انا. الطير هذا فيه انا. اخوان تمه مسكر بصمغ. ملفوف عليها كأنه خيط. وين دزتوها؟ الله اعلم الله اعلم. صار شوفهم خاف الله، والله اعلم انه فيه شغله من ناحيه سحر واشي زي هيك. طير يا اخوان هسه بوصف لكم عطير عندي جوا، هسه بوصف لكم عطير عندي جوا، خليكم معنا. طبعا المفروض ان انزلها بحلقة تبعت صيد اللي جايبها جديد، المفروض انزلها بس يا اخوان، بس يا اخوان ما بنفع هذا، لازم اشوف اول شيء هذا اذا بقدر اصور الشغلات هاي او لا على اليوتيوب، لانه منزق كأنه بصمغ او عجين او اشي زي هيك ابيض مكلتم على وجهه، وفي كأنه زي خيط هيك زي تبع العمليات، الله أعلم هيك شفاف، خايف أصوره يصير فيه إشي. خليني أول شيء أسأل وأشوف شو هذا اللي جواته، بعديها بصير خير بنطمنكم بعدين بحلقة ثانية، خليكم معنا.